لأنه يرتبط ارتباط وثيق بالحياة العملية وبالإصابات القلبية والأثيروسكليروسيس إلى آخره. يعني شوية هنركز على هذا الموضوع. فاليوم إن شاء الله تتعرفون بالمحاضرة على types of lab proteins. إن شاء الله المحاضرات القادمة راح نكمل الميتابوليزم of lab proteins، يعني مصير هاي lab proteins راح يكون بالجسم. هذه المحاضرة نوعا ما راح تكون متميزة، إنه راح يقدمها طبعا هي تعتبر محاضرة منهجية، يقدمها عدد من زملائكم طلبة، وهم كل من دهش عايد مطر، رانيا محمود علي، رسل رعد عبد الرحمن، زينة هشام رمزي، وهبة الرحمن، وفير عبد الغني. طبعا محاضرة اعتيادي، أعيد مرة أخرى أقول إنه المحاضرة مطلوبة. والشيء الثاني إنه راح نعمل بها ما يعرف بال فورمات اسسمنت. بعد ما تنتهي المحاضرة راح نطلق فورمات اسسمنت، وحقة مفتوحة للساعة التاسعة. ما يميز هالفورمات اسسمنت عن البقية إنه تذكرون إحنا عملنا عدد تقويمات سابقة بدون اسم، هذا راح يكون بالاسم وعلينه درجة. حتى أشجعكم بأنه تحضرون المحاضرة، طبعا علينا درجة، وحتى الطالب اللي يخفق في الإجابة هم راح يأخذ جزء من الدرجة، يعني ما راح يأخذ صفر. الصفر يأخذه فقط الطالب اللي ما يشارك، اللي ما يشارك بالفورما من الآن نقدكم من انتهاء المحاضرة إلى الساعة التاسعة ليلا. الآن أدعو الطلبة اللي ذكرت أسمائهم للبدء بإلقاء المحاضرة. تفضلوا. نعم دكتور، بس حتى رسل يسوي شير سكرين. إيه نطيم هذا الهوست حتى يبدون. طلعت يمكن الصورة؟ نعم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا موضوع مهم جدا، واللي هو الليب ترانسبورت اند ستوريج. مثل ما نعرف أنه معظم المواد الغذائية اللي نتناولها تكون حاوية على نسبة معينة من الليبيد أو الفات. بهاي الحالة راح نواجه تقريبا مشكلة في حل هذه الإشكالية اللي راح تحدث لنا، واللي هي كيفية نقل هذه الجزيئات إلى البلد أو اكسترا سيلولار فلويد. مثل ما نعرف البلوت هو يكون يكون ذات وسط مائي، وبهاي الحاله راح يكون يعني الليبيد هو انسولبل ان ووتر، يعني راح نواجه مشكله كبيره في نقل هذه الجزيئات. عندنا ليبيدز ار ترانسبورتد ان ذا بلوت از لايبوبروتينز، احنا راح ننقل هذه الدهون او الجزيئات الدهنيه هذه في الدم بشكل او هيئه لايبوبروتينز، حيث اللايبوبروتينز يكون انه الليبيدز must be transported between various tissue and organs for utilization and storage. مثل ما نعرف انه الليبيد لا يعني ضروري يكون ينتقل بين الانسجه المختلفه والاورجانز حتى نستفاد منه بعمليات معينه، وحتى نخزنه ايضا داخل جسم الانسان. زين، عندنا since lipids are insoluble in water، نعرف ونكون يعني موقنين انه الليبيد يكون هو insoluble in water، يعني غير ذائب في الماء. راح نواجه مشكله. هاي المشكله انه احنا كيف راح نحلها؟ ما راح نستبق الاحداث، راح نمشي خطوه خطوه ان شاء الله. بس خلي بالك انه هاي يعني الليبيدز هي insoluble in water. The problem of how to transport them in the aqueous media as blood and extracellular fluid. مشكلة هي تكون كيفية نقل هذه الجزيئات الدهنية في وسط مائي كالدم أو extracellular fluid. ليش؟ مثل ما نعرف أنه هو الدم والextracellular fluid يكون وسط مائي
وهذه الجزيئات الدهنية تكون غير ذائبة في هذا الوسط، راح يعني راح الدهن هنا ما راح يقدر ينتقل داخل الجسم أو داخل البلد. حتى نحل هذه المشكلة عن طريق associating non-polar lipids with amphipathic lipids and proteins. حتى نحل هذه المشكلة راح تنحل عن طريق ارتباط أو اتحاد الدهون الغير رطبية مع amphipathic lipids. الأنفيباثيك ليبيدز هي مثل ما نعرف أنه ليبيد دهون تكون حاوية على قطبين، قطب محب للماء وقطب نافر أو كاره للماء، وأيضا مع البروتين. زين، الأنفيباثيك ليبيدز هذه مثل يعني مثال يعني نعرفه أكيد هو مثلا الفوسفوليبيدز أو فري كوليسترول، هاي تكون حاوية على قطب محب للماء وقطب كاره للماء. زين، شنو فائدة هذا الارتباط أو الاتحاد هذا للجزيئات؟ هذا حتى نخلي هذه الجزيئات الدهنية الليبيد تكون منتقلة داخل البلد وداخل الأنسجة بحرية تامة. To make water soluble lipoproteins which transport lipid in the blood. زين، النونبولار ليبيد شنو هي؟ مثال عنها هي تراي أسيليغليسرول and كوليسترول إستر. هذه ما راح يعني كل ما تكون موجودة في الجسم ما راح تقدر تنتقل، راح تواجه مشكلة كبيرة. زين، احنا هسه هي قدرة الله عز وجل جعل يعني الكل مشكلة حل. بهاي المشكلة راح تتجه الآلي انه تكون النون بولر، هذه النون بولر ليبيدز راح ترتبط مع أنفيباثيك ليبيدز اند بروتينز. هنا ممكن سلايد ثاني، هذا سلايد مهم جدا، هو تقريبا structures of lipoproteins. شوفوا هاي الجزيئات اللي بالوسط الترايأسيليغليسرول أو ترايأجليسيريد، هذه هي الجزيئات اللي تكون insoluble in water، هذه الجزيئات المهمة اللي لازم تنتقل داخل جسم الإنسان، بس هنا ما راح تقدر تنتقل. وعندنا أيضا الكوليسترول bound to fatty acid أو قلنا عليها الكوليسترول esters، هذه أيضا يعني إحنا الآلية أو العمل تقريبا كله إنه حتى ننقل هذه الجزيئات. زين، الآلية شنو؟ إنه هذه الجزيئات راح ترتبط أو تكون مرتبطة مع جزيئات البروتين، راح تأخذونه بكل تفاصيله هذا البروتين، بس منها سأخلي بالك إنه هذا جزيئات البروتين هي أبو بروتين، أبو بروتين هذا هو البروتين الخاص. وعندنا أيضا الفوسفوليبيدز والفري كوليسترول، هاي اللي قلنا عليها أنفيباثيك ليبيدز، هذه هي أيضا اللي تكون ذات طرف محب للماء وطرف آخر نافر للماء. زين، هسه عندنا يعني هاي الشكل أقدر أوضح لك يا أو يعني ألخصه لك بطريقة معينة بسيطة جدا. تخيل انه هذه المواد اللي انت تحتاج ان تنقلها داخل الجسم كانما يعني محاطه كانما بكره، كره تكون حاويه على هذه المواد وتنقلها الى الانسجه المختلفه للجسم. يعني بهذا التصور يكون هذه الجزيئات اللي ما تقدر تنتقل داخل جسم الانسان او داخل البلد تكون محاطه او مرتبطه مع جزيئات تسهل حركه هذه الجزيئات النون بولر. السلايد الثاني ممكن. عندنا هنا عندنا there are four major groups of lipoprotein. مهم جدا انك تعرف من هسه انه عندنا اربعه مجاميع رئيسيه لللايبوبروتينز. اولا الكايلوميكرون، هذا الكايلوميكرون derived from the intestine، يكون منشأه من الانتستين for the transport of triacylglycerol and other lipids absorbed to reach blood. هذا ينشأ من الامعاء، يكون يعني ممتد من الامعاء او يعني هذا النوع مهم جدا، يكون ناتج من الامعاء for the transport of triacylglycerol and other lipids absorbed to reach blood، حتى نوصلها للدم هذه الدهون اللي ترى أسيليغليسرول
and other limits ايضا. عندنا ان المجموعه الثانيه هي very low density lipoprotein, very low density lipoprotein واللي هي مختصرها ال VLDL or pre beta lipoprotein. هاي derived from the liver and to least extent from for the export of triacylglycerol to blood. مهم جدا هذا النوع, مهم جدا. شوف اريد تعرف يعني من هسه يعني تميز انه ترى الكيلوميكرون derived from the intestine, اما الفيري لاو دنتستي lipoprotein VLDL هذا from the liver, انتبه, and to least extent from the intestine, وكمية مبسطة أيضا تأتي من الانتستين. For the export of triacylglycerol أيضا للبلد, تقريبا هذا النوع مشابه للنوع الأول بس هنا يكون من الليفر وذاك من الانتستين. مهم جدا يعني من هسه أنك تأخذ معلومة عن الكيلوميكرون أنه derived from the intestine from the transport of triacylglycerol and other lipids absorbed to reach blood. ايضا عندك very low density lipoprotein VLDL or pre beta lipoprotein, هذا derived from the liver and to least extent from the intestine for the export of triacylglycerol to blood. نفس الوظيفة تقريبا بس المنشأ يختلف. مهم جدا يعني من هسه يعني لان راح ندخل بتفاصيل شوية تكون اكبر. ركز من هنا انه تعرف الكالوميكرون من اين وال VLDL من اين. ايضا عندنا المجموعه الثالثه الاساسيه الرئيسيه هي low density lipoprotein. هاي low density lipoprotein مختصر مالها LDL or beta lipoprotein, هذه راح هسه اشوفها تكون ضاره لاسباب, ايضا راح تعرف الاسباب. مهم جدا انك من هسه تضبط امورك. يعني هاي معلومه يعني تذكيها هي انه يعني ال VLDL العفو LDL تكون ضاره, وراح تعرف اسباب انها ضاره. Represent the final stage in VLDL catabolism, يعني هذه تعتبر المرحله النهائيه تقريبا مكمله لل VLDL, مكمله يعني او المرحله النهائيه لل VLDL. عندك ايضا high density lipoprotein واللي هي HDL, مهم جدا هذا, هذا مهم جدا ومفيد, حطها ببالك مهم جدا ومفيد. اذا HDL or alpha lipoprotein هذا derived from the liver, انتبه, derived from the liver and to least extent from the intestine, وايضا هم نسبه معينه من الامعاء. It involved in cholesterol transport and also in VLDL and كيلوميكرون ميتابوليزم. هذا راح هسه انا راح نفوت بتفاصيله, راح تعرف اهميته, راح تشوفه هو مهم جدا لسبب معين اتمنى انك تنتبه عليه جدا, لان حتى يعني ايضا احنا وضعنا مجموعه من الاسئله, يعني حاول من هسه, هاي تعتبر مقدمه بسيطه ان شاء الله, راح يعني تدخل بتفاصيل وراح تعرف هيو المهم وهي المضر وال يكون وجوده نوعا ما ضار في داخل جسم الانسان. اذا ممكن سلايد الاخر. هنا عندنا هذا مخطط مهم جدا ونوعا ما بسيط, يعني 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 تفهم من هذا المخطط ان شاء الله بتركيز. شوف عندنا على جهه اليسار الدنسيتي, ايضا هسه راح ايضا بعد شوي هاي ام راح نشرح على هذا السلايد تشرحه زميلتي. عندنا الدنسيتي على جهه اليسار المحور العمودي والدايمتر على المحور الافقي. عندنا شوف الدنسيتي يعني احنا ما ذكرنا وهسه اريد اذكر وانت راح تفوت بتفاصيل انه المجاميع الرئيسيه, اذا يعني ما حد سالني انه ترى المجاميع الرئيسيه على وفق ماذا, انت يعني شلون قسمت هاي المجاميع, ليش قسمتها على اربع مجاميع, على يا اساس؟ هي على اساس الدنسيتي, على اساس الكثافه. عندك بالاسفل عندك هاي وبالاعلى عندك لو وعندك الدايمتر. شوف واضح انت من هنا انك الدايمتر كلما كان الدايمتر كبير, كلما كان الدايمتر كبير ايش راح تتوقع اذا احد يعني يعرف انه كلما كانت الجزيئه
الدهنيه كبيره. ايش تتوقع يعني راح يكون النغل داخل الانسجه يكون بسهوله لو بصعوبه؟ اذا احد يعني يقدر يجاوبني. بصعوبه اتوقع. قل الكثافه يعني ياهو اللي راح يكون ينتقل بسرعه وياهو اللي راح يوجد صعوبه. الكالوميكرون يعني الهاي اسهل لان الدايمتر مالته اقل. الهاي اسهل يعني الدنسيتي، يعني قصدك انت تحكي على الدايمتر لو على الدنسيتي؟ دايمتر. عافيه. عندك الهاي زين، ليش محمد؟ البارتيكل تكون اصغر، ترانسبورتيشن يكون اسهل. زين هسه انت، هسه انا اوضحها بمثال. عندك هسه اقلاص ميه، اقلاص مي وخليت به قطرتين او ثلاثه من الزيت، ايش راح تتوقع؟ ايش راح تتوقع انه الزيت راح يطفو لو راح يذوب؟ هاي هذا هسه مثال ان شو اسمه، ان انه شلون تعرف انه هذا جزيئه كبيره لو صغيره؟ اذا انت عندك جزيئه كبيره الكثافه، شوف كثافه الزيت اكيد اقل من كثافه الماء، لذلك راح تطفو على جزيئه الماء ما راح تذوب. هنا عندك الجزيئه الدهنيه هذه كبيره، هاي الجزيئه الدهنيه كبيره راح تنتقل بسهوله داخل الانسجه، تنتقل بسهوله. ليش؟ لان النسبه هنا تكون النسبه الكثافه بما انها قليله راح يكون النقل بسهوله. شوف الكثافه قليله لكن شنو الدايمتر يكون كبير، الدايمتر يكون كبير. اذا الحجم قد ما يكون كبير، يعني الحجم قد ما يكون كبير يعني نسبه الدهون او نسبه الجزيئه الدهنيه تكون شنو نسبتها عالية نسبة إلى البروتين، نسبة إلى البروتين. إذا نسبة الدهون عالية، بما أن نسبة الدهون عالية راح يطفو هذا الجزيئات الدهنية راح تطفو بسهولة داخل الدم، راح تطفو بسهولة وذلك راح يصير التنقل مالها أسهل. عندنا على عكس ال VL ال LDL مثلا تكون الكثاء الدنسيتي تكون عالية لكن الدايمتر يكون واطئ، بهذا راح تشوف مشكلة وراح تشوف هذا خطر جدا ومضر، راح تفوت يعني راح تنتبه عليه انه هذا مضر، هو هذا راح يترسب داخل الاوعيه او يعني يسبب لنا مشاكل، يسبب لنا مشاكل كثيره. اذا ال LDL هسه من هسه اريد تعرف انه ال LDL يكون كثافته عاليه ولكن الدايمتر يكون ماله صغير، اذا هذا راح يسبب مشكله، راح يترسب داخل الاوعيه او داخل اماكن معينه بالجسم وراح يسبب مشاكل ما اريد افوت بتفاصيلها، هسه راح تسمعونها كامل ان شاء الله. دهش العفو، ممكن مقاطعه؟ شوف انت قبل شويه ذكرت ان ال LDL يكون الدنسيتي مالتك عاليه، مو المفروض يكون بالعكس لان هو اصلا لو دنسيتي لايبوبروتين. ال LDL نعم يكون كثافته عاليه. ايه كثافة عالية لو الكثافة الدنسيتي عالية لكن الدايمتر يكون ماله يكون صغير، دايمتر القطر يعني والحجم يكون صغير. تمام. يعني شوف دحق محمد يعني على المخطط، شوف العمودي عندك الدنسيتي، عندك أول الأعلى شوف لاو، شوف يعني كلما ارتفعت بالمحور العمودي راح الدنسيتي تقل، وكلما كان انت كلما كنت في الاسفل بالدنسيتي راح تشوف الدنسيتي عاليه. انت عندما تكون الدنسيتي عاليه الكثافه عاليه هاي راح تسبب مشاكل تقريبا خاصه بالال دي ال، لكن عندما تكون الدايمتر والجزيئه او الحجم يكون كبير لهذه الجزيئات راح تشوف هي سهله التنقل وتطفو داخل السطح سطح الماء وتنتقل بسهوله. تناسب عكسي يعني. بالضبط تناسب عكسي، يعني هي النقل مع الدايمتر او مع الحجم يكون تناسب طردي لكن مع الدنسيتي تناسب عكسي. شوف يعني هو هذا مخطط يعني تقريبا يلخص لك هذا الاشكال كله تو حقيقه ما اريد تفوت يعني تناسب طردي. بالعكس انا اشوفه اسهل بس قلت يجوز راح يواجهون مشكله انه يعني بشوف مع الحجم يكون تناسب طردي ومع الدنسيتي يكون تناسب عكسي، بهذا يعني الملخص مالها. تمام شكرا. حد عنده سؤال ثاني؟ أنا تقريبا فقرتي خلصت إن شاء الله. تمام يعني راح تكمل زميل تروسل إن شاء الله. بس دهش من سؤال، بس تسمحوا لي لحظة واحدة قبل ما خلصت. بس الـ LDL هو بالمحاضرة اللاودنسيتي يعني يكون قبل كده.
عفوا الصوت ما واضح بس. الدهش خلصت عيني؟ نعم دكتورة خلصت فقرتي. بس لحظة واحدة يعني بس أوضح كمان الموضوع يعني بس هاي النقطة اللي طرحها زميلك سأل قال LDL ليش كتبته عليه؟ حقيقة هو كتبته عليه نسبياً يعني تقارنه بال VLDL راح يكون أقل كثافة. لو تمام هو low density لبروتين LDL يعني low من يعني يقول low يعني قليل ليش أقول عليه؟ نحن ما نقول أعلى كثافة يعني قارنه بالأقل منه اللي هو VLDL. والVLDL بالرغم من اسمه very low density مفروض تكون كثافته قليلة راح أقول أعلى كثافة من يجاوبني دكتور هو أعلى كثافة أنا ماكرون حتى كان ماكرون يمكن ما ذكرتكم من المحاضرة بعض الكتب إيش يسمونه ULDL ULDL يعني ultra low density لبروتين يعني جدا كثافته قليلة فيما يزوى ULDL VLDL LDL وأخيرا HDL فنحن ما نقول LDL كثافته عالية نقصد بينه أعلى من يعني كمقارنة higher than يعني نستخدم الكمبارزن مقارنة واضح عليك هاي النقطة؟ بس ممكن سؤال نعم تفضل الدايمتر يعني كل ما يزيد كل ما المحتوى يكون أقل الدنسيتي تكون أقل يعني صح؟ انت مثل ما زميلك مساء حكى جيب قطره زيت خليها فوق على الماء اول شيء حطوف لانه كثافته اقل من الماء خلي قطره تلف زيت راح يكون طوفان اعلى وبنفس الوقت ايش راح يسوي مثل ما نقول بالعاميه تفغش يعني يكبر حجمه فايش قد اللايبروتين بينه نسبه دهون عاليه ايش قد راح يكون حجمه او الدايمتر مالته اعلى وكثافته تكون اقل يعني عن زي الدهون اللي كثافتها تكون دهن يعني الزيوت بدون كثافتها اقل من الماء فايش خلينا زي نسبه الذهب اللايف بروتين ايش قد ما تكون كثافه اقل والحجم يزداد اكتب استفسار بعد الموضوع اذا ما قلت تفضلي كملي أنا الطالبة رسل رعد عبد الرحمن إن شاء الله هكمل ما بدأ به زميلي إحنا مثل ما ذكرنا قبل شوية أنه كان عندنا 4 major groups of lipoprotein كان عندنا 4 مجاميع رئيسية من اللايبوبروتين اللي هي الكايلومايكرون والVLDL والLDL والHDL هون عندنا مجموعتين ثانويتين من اللايبوبروتين In addition, there are two minor groups of lipoprotein in the blood that present in transient time. يعني موجودة بشكل مؤقت بالدم. فهذه المجموعتين الثانويتين هي عندنا الكايلومايكرون ريمننت والVLDL ريمننت. هسا لو جينا على الكايلومايكرون ريمننت من اسمه كايلومايكرون ريمننت يعني هو بقايا من الكايلومايكرون. ف derived from كايلومايكرون كاتابوليزم يعني ينتج لنا من الكاتابوليزم من الكايلومايكرون عفوا تسمعوني صوتي واضح نعم 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 فعندنا هذه جزيئه الكايلومايكرون مثل ما ذكرنا قبل شويه السورس ما لا يجي من الانتستين من القط راح يصير بها كاتابوليزم بفعل انزيم اللايبوبروتين لايباز راح ينتج لنا الكايلومايكرون ريمننت بالإضافة راح ينطينا فاتي أسيد وينطينا أبولايبوبروتين وينطينا الكايلومايكرون ريمننت هذا الكايلومايكرون ريمننت راح يعمل أتاتشمنت على الريسبتر الموجود بالليفر وقسم منه راح يروح على القط على الانتستين ومثل ما ذكرنا أنه من الانتستين يبدي يكون لنا الكايلومايكرون وإن شاء الله هذا الكاتابوليزم راح ناخذه لاحقا بالتفصيل لو جينا على الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ريمننت من اسمه ريمننت يعني بقايا من الكاتابوليزم الـ VLDL نرمز له بالـ IDL يعني Intermediate Density Lipoprotein Derived through the way of VLDL catabolism into LDL لو جينا نوضح بهذا الشكل عندنا الـ Very Low Density Lipoprotein مثل ما ذكرنا قبل شوية أنه مات السورس يجي من الليفر وهاي راح يصير بها كاتابوليزم
بفعل انزيم اللايبوبروتين لايباز الى ان تصل الخطوه النهائيه اللي هي ال LDL، مثل ما ذكرنا قبل شويه انه هي الفاينل ستيج مال كاتابوليزم مال ال VLDL. خلال هذه العمليه راح ينتج لنا ال IDL اللي هو intermediate density lipoprotein. فلو جينا نلخصها بشكل مبسط انه هو عندنا مجموعتين ثانويتين من اللايبوبروتين اللي هي الكايلوماكرون ريمننت تجي من الكايلوماكرون كاتابوليزم، وال VLDL ريمننت تجينا من الكاتابوليزم مال VLDL. احد عنده سؤال لحد هوني؟ اذا نكمل. لو جينا على الدنسيتي مال لايبوبروتين، the density of lipoprotein decrease as the proportion of lipid to protein increase. يعني كل ما كانت نسبة الليبيد إلى البروتين أعلى راح تقل عندنا الدنسيتي، وكذلك لنا علاقة مع الدايميتر، أش قد يزداد الدايميتر الدنسيتي راح تقل عندنا. فيعني كل ما يزداد الليبيد كل ما يزداد الدايميتر بالتالي راح يزداد الليبيد وتقل الدنسيتي. فلو جينا على هذا الشكل عندنا هوني هاي الدنسيتي، عندنا هوني الدايميتر. لو جينا على الكايلو مايكرون نلاحظ هو أكبر حجما، يعني هاي لو كملناها راح تكون هالشكل، يعني يكون مات الدايميتر كلش كبير وبالتالي مات الدنسيتي راح تكون أقلهم دنسيتي، وواحد يبدي تقل من الكايلو مايكرون على الكايلو مايكرون ريمننت على البي ال دي ال على الاي دي ال على LDL إلى أن تصل ل HDL، راح تكون أكثرهم density وأقلهم diameter، يعني حجمه كلش قليل وأكثرهم density. فلو عفوا ماكو صوت، تسمعوني هسه؟ أعتقد موجود واضح كان يعني. نعم. فلو جينا نصنف هاي major groups of lipoprotein من الـ lowest density إلى الـ highest density، يعني من الـ highest diameter إلى الـ lowest diameter، راح تكون بهذا الشكل: الـ كايلوميكرون، الـ VLDL، الـ LDL، وعندنا الـ HDL. أكو سؤال إلى هوني؟ أشياء ما افتهمتمو؟ تسمعوني؟ نعم نعم نعم. إذا نكمل، لو جينا على نسب الدهون المتواجدة باللايبوبروتين، عندنا تراي أسايل جليسيرول is the predominant lipid in كايلوميكرون and VLDL، يعني التراي أسايل جليسيرول أكثر شيء متواجد بالكايلوميكرون وبال VLDL. يعني مثل ما لاحظ هوني هذا بالكايلوميكرون أكثر شيء بينه التراي أسايل جليسيرول حوالي 90% نسبته، يعني كلش كبيرة، وأكثر شيء موجود بال VLDL 60% تقريبا، همينها كلش كبيرة لو تقارنونه مع بقية اللايبوبروتينز. عندنا الكوليسترول is the predominant lipid in LDL، أن الكوليسترول هو حسبب لنا أو يعني يكون ال LDL مضر. ليش؟ لأنه هو حسبب لنا الأثيروسكرولوسيس بسبب الكوليسترول بالأرتري، وبالتالي راح يعملنا بلوكج الأرتري، ونسبة دحكو هوني تكون 50% كلش كبيرة بال LDL مقارنة مع بقية اللايبوبروتينز. وعندنا الفوسفوليبيد is the predominant lipid in HDL، أن الفوسفوليبيد لو تقارنونه هوني مع بقية اللايبوبروتينز راح تكون نسبته أكثر شيء بال HDL. وعندنا ال HDL هو الوحيد من اللايبوبروتينز يعتبر من الدهون المفيدة، لأن راح يجمعنا يمتص الكوليسترول من البودي ويرجع مرتلخ على الليفر، مثل ما نعرف إن الليفر هو يصفي من السموم من الكوليسترول، وبالتالي راح يكون هو ال HDL كلش مفيد يحمينا من الأثيروسكرولوسيس. لو قدنا نفصل اللايبوبروتينز عن بعضها البعض راح عن طريق راح تكون عن الالكتروفوريسيس. فاللايبوبروتينز may be separated according to their electrophoretic properties into alpha and beta and pre beta.
عن طريق نفصلها هاي اللابو بروتينز عن بعضها البعض عن طريق جهاز الالكتروفوريسز اللي هو عبارة عن جهاز يعني كهربائي بينه وعاء مربوط على قطب سالب وقطب موجب، وخلال هذا الوعاء بينه فتحات صغيرة شكل حفر صغيرة، راح نحط بيها السيرم اللابو بروتينز وأشغل الجهاز. راح نلاحظ هجرة من القطب السالب إلى القطب الموجب. عشان راح تكون هاي الهجرة يعني مال باعتماد على إيش؟ راح تكون باعتماد على النيجاتيف تشارج. أشقل تكون more negative charge راح تكون more migration to the positive على القطب البوزيتيف. زين إذا تسأل يعني إذا أسألكم ليش يعني أشقد يكون سالب أشقد راح يهاجر على القطب الموجب؟ تنافر أكبر. بالضبط، لأنه أشقد يعني عندنا هو من قطب السالب أشقد تكون more negative charge راح يصير تنافر أكثر وتهاجر على القطب الموجب. فعندنا البيتا تكون أقلهم negative charge، فيعني تكون يعني أقرب شيء راح تصل لحد هوني. لو جينا على البري بيتا راح تكون نيجاتيف تشارج مالها أكثر من البيتا، راح تصل تقريبا لهوني. ولو جينا على الألفا راح تكون مور نيجاتيف تشارج ذان بيتا وبري بيتا، راح تصل إلى حد هوني. واضح إلى حد الآن؟ أحد عنده سؤال؟ ممكن أعاد سريع على السلايد؟ نعم. عندنا إذا قلنا نفصل اللايبو بروتينز عن بعضها البعض، يعني نفصلها إلى ألفا وبيتا وبري بيتا، يعني نفصلها إلى LDL وVLDL والHDL، راح تكون عن طريق الجهاز الإلكتروفوريسز، وهذا إن شاء الله راح نأخذه بالتفصيل لاحقاً. فهذا الجهاز إنه بينه وعاء مربوط على قطب سالب وقطب موجب، وبهذا الوعاء أكو حفر صغيرة نحط بيها السيرم اللايبو بروتين ونشغل الجهاز. راح نلاحظ هجرة من القطب السالب إلى القطب الموجب بالاعتماد على النيجاتيف تشارج، يعني أشقد تكون مور نيجاتيف تشارج راح يصير تنافر أكبر وتصل إلى القطب الموجب أسرع ويعني أكثر. فالبيتا عندنا تكون أقلهم نيجاتيف تشارج فراح تصل تقريبا إلى هوني، وعندنا البري بيتا تكون نيجاتيف تشارج ماله أكثر فراح يصير تنافر أكثر وراح تصل إلى هوني. وعندنا الألفا تكون مور نيجاتيف تشارج ذان بيتا أند بري بيتا فراح تكون الهجرة مالها أكبر راح تصل إلى حد هوني، وإن شاء الله إحنا أخذها لاحقاً بالتفصيل. واضح؟ العفو. نعم. بس عشني يعني عشان نميز بين الجاذبية أو الانجذاب بين البيتا والبري بيتا؟ حسب النيجاتيف تشارج مالها، إذن البري بيتا يعني تكون مات النيجاتيف تشارج أكثر فراح تتنافر يكون التنافر أقوى. زين هذا الشيء على اي مقياس يعتمد يعني؟ عشان يعني عشان نحدد انه هاي بيتا او مثلا بري بيتا؟ عفوا ما تسمع تسمعوني؟ نعم بس ممكن يعادل السؤال اللي سأل السؤال خلي يعيده. منو سأل عيني؟ العفو دكتور اعتقد انقطع عنده النت. انا دوت يعني حقيقه عن اذنك بس دقيقه واحده على الالكتروفوريسيس. الحقيقه نحن يعني راح ناخذ موضوع البروتين الالكتروفوريسيس بالمختبر، انا اعطيكم ان شاء الله يعني في الدرس ولو ما عندنا جهاز يعني اعطيكم نظري بالعملي وشغلكم فيلم علينا. المهم نحن دائما نعمل الكتروفوريسيس وذر لبدي الكتروفوريسيس هذا يسميه لبدي الكتروفوريسيس او بروتين الكتروفوريسيس نمشي معانه كنترول، يعني ما هذه هاي نسميها ستريب. نحن مثل ما قال زميلكم الكتروفوريسيس هو حوض بينه قطبين موجب وسالب. الورقه وين راح اخليها اللي هذا الستريب يعني تشبه السيلوز استيد يعني تشبه اسمي شبه الكميه بال
طبعا بانواعه، بس يعني ابسط نوع هو السيلوز اسيد، يشبه ورق الفوتو اللي يستخدمونه المصورين بطباعه الصور. نحن نضع السيره مثل ما تلاحظون هنا على خط واحد. من انشغل التيار الكهربائي راح ياخذ نيجاتيف تشارج، مثل ما قلنا اشقل نيجاتيف تشارج على اشقل يكون اتجاه نحو القطب الموجب اعلى. ليش؟ انه راح يتنافر مع السالب وينجذب نحو الموجب، فراح يكون نحو الموجب اعلى. نحن شو نعرف انه هذا بيتا بي بيتا والفا؟ اولا راح نمشي معانه كنترول، يعني جانا مريض اكس من الناس ما نعرف ايش عنده نحن. انا عندي كنترول، يعني تعرفون ايش معنى كنترول؟ كنترول يعني يحمل صفات طبيعيه. امشي معاه كنترول، راح اقارن مع الكنترول. بهالطريقه اعرف انه وين بيكون البيتا والبي بيتا والالفا. الشيء الثاني احنا نعرف انه السيرم هو كلرليس، يعني تقريبا شفاف. نحن لما يتجزا حيبقى شفاف. فايش راح نسوي؟ عمليه صبغه ستيننج. فراح نصبغ البانس، لاحظوا حتى هون موجود البانس، يعني نسميها نحن بانس او خطوط، يعني لاحظوا البيتا والبي بيتا والالفا. شوفوا يعني الخطوط مصبوغه لون معين. حتى نميزها، اما السيرم هو يعني حتى اذا تجزا منين تشوفونه على الورقه؟ خلي ماي على الورقه عشان ما تشوف. فلازم نصبغه حتى يبين البانس بس موجودة معاها الكنترول، فنعرف مواقع البانس. والشيء الثالث ممكن نعرف تركيزه. شو نعرف تركيزه؟ تركيزه نعرفه من ما يعرف بالسكاننج او دنسيتوميتر، نسميه الجهاز بعد ما نخلص البيبر نطلعها كامله نخليها بجهاز نسميه دنسيتوميتر. ما اسمه دنسيتوميتر؟ يعني قرانة دنسيتي. ايش قد التركيز اعلى؟ ايش قد البانت راح تاخذ لون اعمق. يعني مثل التفاعلات الكيميائيه بالابزوربرز. ايش قد التركيز اعلى؟ ايش قد الابزوربرز يكون اعلى؟ هو نفس الحاله. ايش قد التركيز يعني التركيز مثلا البيتا يكون تركيزه مثلا نقول اعلى من البري بيتا راح تاخذ لون اعمق. وهذا العمق اللون من واحد يقرانه؟ جهاز الدنسيتوميتر. يعني مثل السكان يعملنا. يعملنا مسح ضوئي للبانس حسب الوانه ويعطينا التراكيز. فبالحاله يعني راح نستفيد اول شيء نعرف انه هذا الشخص طبيعي عنده البانس اللي ما طبيعي. والشيء الثاني ممكن نعرف التركيز لكل بانس عن طريق مثل ما قلنا جهاز دنسيتوميتر. من اسمه دنسيتوميتر يعني قرانه الدنسيتي اوف ذا كلر. The more density the higher the concentration. اكو سؤال علي هذه؟ دكتور ممكن؟ نعم. دكتور يعني اتوقع انه مثلا نسبة البروتين اذا كانت اعلى من نسبة الفات بداخل هاي الدروبليت او بداخل هاي اللايبو بروتين التنافر يكون اقوى، لان احنا نعرف البروتينات تتنافر مع الشحنات السالبة لو ماكو هيج تحليل. البروتينات شوف هي امفوتريك سبستانس، نحن حسب الميديا اللي نضعها. لو وضعناها بالكلاين ميديا راح تكون نيجاتيف تشارج تتنافر. اما نفس البروتينات لو اخليها باسيدك ميديا راح تاخذ بوزيتيف تشارج تتجاذب. لو اخليها بنيوترال ممكن انه ما تاخذ تشارج. فاذا تعتمد على الانفايرمنت، يعني هذا الحوض اللي حكيت عليه من زميلتكم اللي قال بينه قطبين موجه وسالب، انا راح اخليه بينه بفر معين. وانا اخذها بالتفصيل. فحسب البفر ممكن تكون نيجاتيف ممكن بوزيتيف تكون يعني متعادل الشحن. بس على العموم هون يعني احنا عندنا الاتش دي ال هو مش اسرع واحد. ليش مش اسرع واحد؟ معناته اخذ مور نيجاتيف تشارج اقل منه هو البي ال دي ال لانه اخذ اقل نيجاتيف تشارج، واقل شيء هو ال دي ال لانه اخذ الاقل من النيجاتيف تشارج. فما شرط انه بروتين تاخذ نيجاتيف تشارج حسب الميديا اللي نضعها فيها، هاي خلوها ببالك. اكو سؤال عندي بعد؟ زين انا اسالكم كايلو ماكرون ليش سمينه كايلو؟ ليش سمينه كايلو؟ من جت اسم كايلو؟ من يخليه؟ لها علاقة باللمف؟ عفوا، لا علاقة باللمف. هسه يقولوا اجاوا على اللمف. الدرينج فروم انتستين وين راح يروح؟ يعني انت ما اخذت من الاناتومي انت تعرفون احسن من عندي الاناتومي مال جي اي تي. الدرينج فروم انتستين وين راح؟ وين المصير؟ وين راح يروح؟ يعني اي اي سبستانس بواسطه اللمف؟ بواسطه اللمف ومن ثم يدخل البين سيركيشن، ما صحيح؟ نعم. او عن طريق البورتال سيستم مباشره تو ذا ليفر. وهون ايش عندنا بالنسبه للدهون؟ احنا نسخن الكالو ماكرون هو البريدومينت ليبيد بين هو ترايجلسيرايد.
لأنه الغذاء اللي نتناوله نحن معظمه ترايجليسرايد أكثر من كوليسترول. كوليسترول يعني بينه خليل نوعا ما، أكثر شيء ترايجليسرايد نحن ناكل غذائنا. فإذا أول شيء محتواه ترايجليسرايد يكون أعلى، مثل ما قالوا زملائكم إنه contains many triglycerides. والشيء الثاني سميناه إنه كايلو، إنه كيتكون باللمف. يعني من صار بينه absorption from intestinal cell هي هو على اللمف، باللمف يتكون الكالوماترون، ومن ثم يذهب الى البلد سيركيوليشن، يعني ما يدخل مباشره البلد سيركيوليشن، عن طريق الليمف يذهب الى البلد سيركيوليشن، وهي سميناه كايلو. مايكرون طبعا انه حجمه صغير، اذا واحد يقول لي حجمه كبير، طبعا حجمه كبير يعني مقارنه بالبقيه، بس كبصوره عامه هو حجمه صغير، بنسميه كايلو مايكرون. عندكم استفسار بعد؟ لي او زميلتكم اذا عندكم سؤال تفضل. هسه خلصت يعني رسول؟ دكتور عندي جدول. بعد يلا تفضل. نعم. لو جينا نلخص الكلام اللي حكيناه من بداية المحاضرة إلى هسه، راح نلخصه بهذا الجدول. عندنا الكايلومايكرونز مثل ما ذكرنا السورس مالهم من الانتستين. عندنا الدايمتر ماله يكون أكبر شيء. مثل ما ذكرنا قبل شوية يكون الدايمتر ماله كلش كبير والدنسيتي كلش قليلة. وتكون نسبة الليبيد بينه عالية والبروتين تكون قليلة. طبعا هاي الأرقام هي ما مطلوبة للحفظ، بس مجرد أنه عن قارن يعني. والمين ليبيد موجود بينه هو التراي أسالي كوليسترول، مثل ما ذكرنا أنه التراي أسالي كوليسترول بريدومينت بالكايلومايكرون وبالبي ال دي ال. بالنسبة للأبولايبوبروتينز ما حتطرق لها هسه، لأن شوية الأخ حزميتي تشرحها بالتفصيل. لو جينا على الكايلومايكرون ريمننت، مثل ما ذكرنا السورس مالو من الكايلومايكرونز كاتابوليزم. لاحظ الدايمتر مالو بدا يقل والدنسيتي بدا تزداد، وكذلك الليبيد مالو بدا يقل والبروتين يزداد مقارنة يعني مع الكايلومايكرونز. والمين ليبيد الموجود بينه التراي أسايل كوليسترول والفوسفوليبيد والكوليسترول. عندنا ال VLDL السورس مالو يجي من الليفر، main source من الليفر وليس from the intestine. ولاحظ الدايمتر أيضا بدأ يقل، ومن يقل الدايمتر تزداد الدنسيتي والليبيد بدأ يقل والبروتين يزداد. والمين ليبيد الموجود بينه تراي أسالي كوليسترول. أن الانترميديت دنسيتي لابوبروتين هو source ماله من البلدل كاتابوليزم، والمين ليبيد المتواجدة بينه تراي أسالي كوليسترول والكوليسترول. عندنا ال LDL اللي هو final stage من ال VLDL catabolism، فالسورس ماله من ال VLDL، والمين ليبيد المتواجدة بينه هي الكوليسترول. عندنا ال HDL ماتو السورس الميجر سورس من الليبر وليس from the intestine. طبعا الدايمتر والدنسيتي ما مذكوره بعد الجدول اللي هو موجود بالكتاب المنهجي، بس انه يكون مثل ما ذكرنا انه يكون HDL اقلهم دايمتر، يكون حجمه كلش صغير، فبالتالي راح تكون الدنسيتي بينه كلش كبيره. والبروتين ايضا بينه يكون كبير اكبر من البقيه، والليبيد بينه يكون اقل شيء. والمين ليبيد كومبوننت المتواجده بينه هي الفوسفوليبيد والكوليسترول. احد عنده سؤال هوني؟ إذا دكتور أنا انتهيت من فقرتي حاليا. نعم شكرا جزيلا. شكرا دكتور. طبعا بارك الله بكم يعني دهش ورسل على هذا اللقاء الممتاز للمحاضرة. شكرا جزيلا دكتور. عفوا. طبعا بقينا بقية المحاضرة يمكن خليها تمر على 11:30 لتكملون، كيفكم؟ أكو سؤال حدوني؟ شيء ما واضح؟ دكتور بس بلا زحمة بداية السلايدات بلا زحمة تعيده. طلعوا بداية السلايدات. أول شيء أي هذا.
الصورة؟ اي هو الشرح هذا السلايد لان ما وصلت الفكره. اي نحن عندنا دهون، اي نمتصل جسم دهون، من الليفر يطلع لنا دهون خاصه تراجلسرات. عندنا قبل شوي قلنا لك سبورت اوف تراجلسرات فروم ذا ليفر. هذا الدهن ما يصل للبلد سيركيليشن، ما ممكن هسه اجيب زيت وماي ينخلطون يمزجون ما يمزجون، يعني تعبون الدهون غير دائمه لنا. فنحن لازم نعمل في الطريقه نجعل هذه الدهون ممكن تنتقل للماء. هي ما بس دهون، حتى عندنا مثلا الستيرويد هرمونز، هذه كلها مواد دهنيه تحتاج الى كارير. عندنا الفات سولبل فيتامينز هم مواد دهنيه، هذه كلها ما ممكن تنتقل بلا سيركيشن. احنا ايش موضوعنا هو ليبيد ستورج اند ترانسبورت، شلون تنتقل هاي الدهون بالدم او بانحاء الجسم. الجسم بصوره عامه محيط مائي، يعني الليمف البلاد كله محيط مائي. فنحن هاي الدهن ما ممكن ينقل بالدم بالمحيط المائي الا نحوره بطريقه معينه. فشو نحوره؟ عن طريق ارتباطه مع الافو بروتين حتى يكون لنا كونجوجيت بروتين. اخذنا اول محاضره ذكروه قلنا ليبيد مع الافو بروتين، الافو بروتين مع اي ماده اخرى يطلع لنا كونجوجيت بروتين. يعني مثلا عندنا جلايكو بروتين، يعني بروتين زائد كربوهيدرات، نفس الشيء عندنا بروتين زائد ليبيد. راح نوصله مع البروتين. ليش احنا اخترنا البروتين؟ لان يعني البروتين هو ماده دائمه بالماء. لو تلاحظون يعني بس الصوره بعد ما نزحمي الشكل إيه. تلاحظون بالكور بالداخل ايش دخل عندنا بالكور؟ هو الكوليسترول استر والترايجلسيرات اللي هي كومبليتلي انسوليبل ان ووتر او نسميها لايبوفيليك او هيدروفوبيك، دخلت بالداخل. ليش؟ لانه يعني ما تريد تكامس الماء، لانه يعني الماء او عفوا الدم، لانه الدم هو محيط مائي، فدخلت بالداخل خبت نفسها. بالخارج صعدنا بالسيرفيس، تلاحظون صعدنا الابو بروتين. ليش الابو بروتين؟ لانه ماده دائمه حتى نخبيها بالداخل. فهذا يعني مثل ناقل اللايف بروتين. حتى لو نجح انتيبادك ليبيد، انتيبادك ليبيد بين وجهين او تو انس، احد اللي هيك مثلا نقول هو ووتر سوليبل، بينما تيل او الجزء الاخر هو ليبيد سوليبل. فعاده يكون الووتر سوليبل بارت يكون نحو الخارج حتى يكون لامس البلد، اما الليبيد سوليبل بارت مال الانتيبادك ليبيد يعني مثلا عندنا الفري كوليسترول والفوسفوليبيد راح يكون نحو الداخل حتى يختلي. فنحن الغايه منا ان نحول المواد او نقينا واصل لنقل المواد الدهنيه بالمحيط المائي اللي هو الدم. واضحه الفكره؟ واضحه دكتور. دكتور تسمح لي بالسؤال؟ نعم. بس توضيح للفري فاتي اسيد، لا الفري كوليسترول والكوليسترول الاستر. ايه الكوليسترول الاستر والفري فاتي اسيد شنو فرق بينهم؟ على نمبر 3 الحقيقه ما عندي يعني الرسم ده واضحكم، بس على رقم 3 احنا اخذنا هاي السايكلوبنتار بين هيدروكين والنفرين. على رقم 3 الفري فاتي اسيد بينه هيدروكسيل جروب كسايد تشين، العفو الفري كوليسترول. اما الكوليسترول استر مكان الهيدروكسيد جروب عندنا فاتي اسيد مرتبطه بيه. فلما يرتبط معنا فاتي اسيد الهيدروكسيد جروب تكون يعني خاصيته انه ووتر سوليبل هيدروكسيد جروب. فهذا شو نسميه المركب؟ حيكون امفيباتيك لانه صعدنا بين وجهين، وجه ووتر سوليبل الـ OH، وجه الاخر اللي هو الكليبت يعتبر ليبت سوليبل فيكون امفيباتيك. اما الكوليسترول استر مكان الـ OH رقم 3 راح تروح الاو اي راح يخلي مكانه من اسمه استر، خلي مكانه فادي اسيد. فبالحاله لما تروح الاو اي بعد ما بقى اي ووتر سوليبلتي بالكوليسترول راح يتحول الكوليسترول استر، بنفس الوقت راح يكون كومبليتلي انسوليبل ان ووتر، فما راح يكون بالكور اوف لايبو بروتين. واضحه الفكره؟ واضحه دكتور. نعم واضحه. اكو سؤال بعد؟ الحضور راح ينطلق الى 10:30 ما ارجع اكرر فورمات الاسسمنت راح ينطلق بعد المحاضره ان شاء الله او خلال يعني الجزء الاخير من المحاضره راح اطلقه ويبقى مفتوح لساعه 9 حاليا ارجو الاجابه علينا حتى يعني طبعا هذا بينه اسم يعني يتميز عن بقيه اللي بينه اسم وانا مندرج. اذا ماكو سؤال تحبون ترتاحون في 5 دقائق 11:25 اذا غنمتي او لا مواصل كيفكم؟
وصلنا نكمل نتوقف شوية. نتوقف شوية دكتور. الو الو رئيس 25 دقيقة. 11 25 دقيقة ان شاء الله يبدو. ان شاء الله. 5 دقائق. ورحمة الله وبركاته، صوتي واضح؟ نعم واضح، أعرف إنه في استوديو تفضل. واضح صوتي أنت؟ أنا عاد أسمعك الصوت، ما أعرف الطلبة بقى ما أعرف. واضح. نعم، واضح واضح. تمام، اسمي جماعة. تشرح لكم إن شاء الله. واضح بس شوي الصوت بعيد. بس صوتي يعني حاولي تعلين المايك وتقربين أو تعلين صوتك يعني شوي صوت. تمام. فوليوم قليل. اسمي زينة هشام وحشرح لكم إن شاء الله structure of lipoprotein. Lipoprotein are complex particles that have a central hydrophobic core of nonpolar lipids, primary cholesterol ester and triglycerides. This hydrophobic core is surrounded by hydrophilic membrane polar consisting of phospholipid, free cholesterol, and apolipoprotein. يعني إذا نجي نوضح هذا الكلام نلاحظ هذا الستركتشر اللي عندنا إنه مثل ما ذكر قبل شوية الدكتور قال إنه اللايبوبروتين راح يتكون من سنتر اللي هو راح يحتوي على الدهون الغير ذائبة في الماء اللي عن غيب ننقلها بين سوائل الجسم، فهاي الدهون راح تكون ترايغليسرايد وكوليسترول أستر. حتى ننقلها بين سوائل الجسم لأن هي تكون incomplete soluble in water يعني غير ذائبة في الماء، فحتى ننقلها تحتاج أنه ترتبط مع amphipathic lipid وترتبط مع بروتينات حتى يسهل نقله. فراح يتكون حول هذه اللي راح يتكون مثل السيرفيس يتكون من فوسفوليبيد وفري كوليسترول وأبولايبوبروتين. حتى يعني يكونون هذول السيرفيس حتى ننقل الليبيد الغير ذائبة بين سوائل الجسم. هسا أغلبكم يتساءل يقول أنت إيش أنا عتقولين فوسفوليبيد وفري كوليسترول وعتقولين أنه يمتلكون صفة الهيدروفيليك أو يكونون يعني يمتلكون صفة السولوبل إنواتر يعني يذوبون في الماء. حتى نوضح هذا الكلام راح ننتقل على هذا السلايد انه مثل ما تتذكرون بمحاضرات البايوكيمستري بالمرحله الاولى منو يعني يطيق يقل لي تركيب الفوسفوليبيد جليسرول فاتي اسيد فوسفيت. تمام. راح يتكون الفوسفوليبيد من جزئين، يتكون من الهيد اللي هو إيه هذا؟ الهيد يتكون من فوسفيت جروب وجليسيرول. هذا التركيب الهيد راح يمتلك صفة الهيدروفيليك وراح يكون نحو الخارج. وكذلك يعني يمتلك التيل، التيل يتكون يعني من التيل اللي هو راح يكون ساتوريتد وانساتوريتد فاتي أسيد ويكون اتجاهه نحو الداخل. أي مركب يمتلك هذول الصفتين اللي هو هيدروفيليك وهيدروفوبيك نطلق عليه تسمية الأنفيباتيك. تمام؟ فمثل ما قلنا أن الفوسفوليبيد راح يتكون من جزئين هيد راح يكون نحو الخارج ويمتلك صفة الهيدروفيليك والتيل راح يكون نحو الداخل ويمتلك صفة الهيدروفوبيك. أهم أغيد يعني أحد يقول لي إيش كان تركيب الفري كوليسترول اللي هو إيه هذا؟ إيش كان تركيبه؟ هتسمعوني؟ إيه نعم. نعم نعم أسمعك. تمام. أنا ستيرويد. شلون؟ هو متكون من ستيرويد؟ يعتبر ستيرويد الكوليسترول؟ إيه يعني تركيبه الكيميائي إيش كان؟ تمام أنا راح أوضحه. الفري كوليسترول يتكون أيضا من جزئين.
ويحمل صفة الأمفيباتيك. الجزء اللي هو نسمينه هيدروكسيل جروب اللي هو هذا يكون نحو الخارج ويحمل صفة الهيدروفيليك، يعني راح يكون ذائب في الماء، ويتكون من ستيرويد رينج وهيدروكربونز يكونون نحو الداخل ويمتلكون صفة الهيدروفوبيك. فأيضا نطلق على الكوليسترول تسمية الأنفيباتيك لأن يتكون من جزئين، جزء يكون هيدروفيليك ويكون نحو الخارج، وجزء يكون هيدروفوبيك ويكون نحو الداخل. لو نجي نحكي على السيرفيس أوف لايبوبروتين أشون يتكون، راح يرتبط جزء الهيدروفيليك من الفوسفوليبيد اللي هو التيل associated with جزء الهيدروفيليك اللي هو الهيدروكسيل جروب من الكوليسترول، يكونون هذول نحو الخارج. ويرتبط جزء الهيدروفوبيك من الفوسفوليبيد اللي هو التيل associated with جزء الهيدروفوبيك أو كوليسترول، يكون اتجاهه نحو الداخل. فلهذا راح نطلق على السيرفيس اوف لايبوبروتين نسمينه هيدروفيليك لان يتكون من الاجزاء الهيدروفيليك من الفوسفوليبيد والفري كوليسترول. كذلك يعني راح يكون بنتريتد باي بروتين يكون امبيدد ان ات، يعني البروتين راح يخترق هذا التركيب حتى يعمل على نقل الدهون. هذا البروتين نسمينه ابولايبوبروتين. فإذا يعني نلخص الحكي اللي ذكرناه أنه تركيب اللايبوبروتين راح يتكون من سنتر اللي هو غير ذائب في الماء تماما، يتكون من الدهون اللي عن غيب ننقلها بين سوائل الجسم اللي هي الكوليسترول أستر والترايغليسرايد. حتى ننقلها تحتاج أنه ترتبط بسيرفيس يحمل صفة الهيدروفيليك يكون سولوبل إن ووتر حتى ننقلها بين سوائل الجسم بكل سهولة، مثل ما ذكرنا أنه السيرفيس راح يحمل صفة الهيدروفيليك ويتكون من فوسفوليبيد وفري كوليسترول وبروتين. واضح لي حد هوني من عنده سؤال؟ بس أتمنى أن تعيديها بطريقة سريعة. تمام. مثل ما ذكرنا تركيب اللايبو بروتين أنه راح يتكون من جزئين، السنتر راح يكون insoluble in water، يتكون من الدهون اللي عن غيد ننقلها بين سوائل الجسم، هذه الدهون تكون غير ذائبة في الماء تماما. فالجسم يحتاج حتى تنتقل يعني بين سوائل الجسم تحتاج انه ترتبط بسيرفيس يحمل صفة يعني صفة الذوبانية في الماء، انه يكون ذائب في الماء حتى يسهل نقل هذه الدهون. هذه الدهون هي كوليسترول أستر وترايغليسرايد، هاي حتى تنتقل راح ترتبط بالسيرفيس. عندنا السيرفيس راح يتكون من فوسفوليبيد وفري كوليسترول، هذول الفوسفوليبيد والفري كوليسترول يحملون صفة الأنفيباتيك. صفة الأنفيباتيك انه هذا المركب يتكون من جزئين، جزء هيدروفيليك يكون نحو الخارج وجزء هيدروفوبيك يكون نحو الداخل. لازم يكون يعني عندنا صفة الهيدروفيليك حتى تكون بمواجهة الووتر او الفلويد حتى تذوب بها حتى تنقل هذه الدهون. كذلك يوجد بالسطح البروتين اللي هو soluble in water حتى يسهل نقل هذه الدهون. وضحت الساعة؟ تمام شكرا. العفو. أحد عنده غير سؤال؟ زين أنا راح أسألكم سؤال. بما أنه يعني نستنتج من هذا أنه اللايبوبروتين يحمل صفة الأنفيباتيك لو ما يحملها؟ يحملها. ليش؟ بجزء هيدروفيليك والجزء الثاني هيدروفوبيك. تمام. إذا نستنتج أنه اللايبوبروتين أيضا راح يحمل صفة الأنفيباتيك لأن السنتر مالته راح يكون هيدروفوبيك والسيرفيس مالته راح يكون هيدروفيليك. وضحت لحد هوني؟ تمام. راح ننتقل على السلايد اللي بعده. عندنا الأبولايبوبروتين are a protein that bind lipid to form lipoprotein، يعني مثل ما ذكرنا أنه هي البروتينات اللي ترتبط بالsurface of lipoprotein حتى تسهل نقل الدهون.
راح تكون المين فانكشن اوف ابولايبوبروتين هي ترانسبورت الليبيد بتوين ذا فلويد اوف ذا بودي، مثل عندنا البلاد الليمف والسيريبروسباينال فلويد، فحتى تسهل نقل الدهون الغير ذائبة، يعني راح ترتبط مع الدهون وتنقلها بين سوائل الجسم. يعني بصورة أبسط إذا نسهل الوظيفة اللي عتقوم بها، أنه راح تكون يعني مثل الكار أو مثل السيارة، راح تحمل الليبيد بداخلها يعني وتكون تركيب وتنقلها بين سوائل الجسم. تمام واضحة؟ عندنا الأبولايبوبروتين considered conjugated protein مثل ما ذكر الدكتور قبل شوية. لو نرجع أيضا على محاضرات المرحلة الأولى نستذكر the classification of protein، إنه قسمنا البروتينات إلى ثلاث مجاميع، مجموعة تعتمد على structure أو الشيب، ومجموعة تعتمد على الفانكشن، ومجموعة تعتمد على الكومبوزيشن. نجي على المجموعة اللي تعتمد على الكومبوزيشن، مثل ما ذكرنا أنه تقسم إلى قسمين simple وconjugated. السمبل مثل ما نعرف أنه البيلدينج يونت أوف البروتين هو الأمينو أسيد، ففي حال تكون البروتين من only أمينو أسيد راح يدخل بتركيبه فقط أمينو أسيد نسمينه simple protein. أما إذا احتوى على مجاميع أخرى تكون أورجانيك أو إنأورجانيك، أو يعني نسميها بروستيتيك جروب، هذه المجاميع مثلاً تكون عندنا ليبيد، نيوكليك أسيد، كربوهيدرات، ميتال مثل الآيرون، فراح ترتبط مع الأمينو أسيد وتكون لنا كونجوجيتد بروتين، يعني يتكون من زائداً الأمينو أسيد يتكون من مجموعة أخرى. بحالة الأبولايبوبروتين عيتكون من ليبيد وعيتكون من أمينو أسيد. وضحت لي حد هوني؟ ما كو حد عنده سؤال؟ إذا واضحة أنا خلصت فقرتي. شكرا طالبة زينة على هذا التقديم الرائع. أنتم سؤال استفسار قبل ما نتبع الطالبة الأخرى؟ العفو دكتور، ممكن لو سمحت تعيد عن الأبو بروتين بشكل سريع؟ أبو بروتين أشرحه بعدين، يعني إيش أعيد؟ طيبين؟ بس التركيب بشكل سريع. تركيب الأبو بروتين؟ الأبو بروتين. الأبو بروتين هو يرتبط مع الليبيد حتى يحوله من ووتر إنسوليبل حتى إلى أمبيباتيك حتى ننقله بالدم. فدائما نخلي بان البروتين هو ماده ذايبه بالماء، يعني الماء دائما بالدم نفس الشيء، الماء الدم نفس الحاله انه هو محيط مائي. فدائما نخلي بان ان البروتين راح يكون اون ذا سيركس الخارج. فهذا ايش راح يسمونه؟ ابو بروتين او يسمونه ابو لايبو بروتين. فراح يغطي ستراكشر اوف لايبروتين من الخارج، يعني مثل ما انا شبه فيه مثل ما عندي شيء ما اقدر احجبه. فاريد اخبينه. هون ايش الشيء ما الدم ما يقشعه؟ هو الدهون. خاصة الووتر انسوليبل ليبيد، يعني اللي مثلا عندنا كوليسترول ايستر وعندنا ترايجلسرايد، فما راح تدخل بالكور بالداخل اخبيها. فمن راح يخبيها؟ اللي هي مثلا لو مسك شيء بيدي يخبيه ناصي بعيد يخبيها. فمن راح يخبيها او يغطيها حتى راح يشوفها لا يشوفها الدم يغطيها؟ هو الابو بروتين. الابو بروتين دائما يكون نحو الخارج. طبعا الابو بروتين بينه انواع، عندنا ابو بروتين اي بي سي اي، صح جميعكم يعني تذكروا وأهمية البروتين. يعني ساعة لحد الآن إحنا عرفنا أهمية واحدة للبروتين، إنه هو يدخل بتركيب البروتين، ونعرفنا إحنا إيش كون البروتين حتى ننقل المواد الدهنية بالدم، لأن المواد الدهنية ما تذوب بالدم لأنه محيط معي. هاي لحد الآن عرفنا فائدة واحدة، بس أخذ فوائد أخرى للبروتين أسأل جميعكم واحد قدمها. أكو بعد السؤال؟ اما اذا سالت عن الكونجوجيت بروتين، يعني هو الكونجوجيت بروتين احنا اخذناه قبل، يعني اخذناه هو بروتين زائد انذر سبستانس بسرعه عامه يطلع لنا كونجوجيت بروتين. فوني بروتين معيش مع الليبيد، فصار عندنا لايب بروتين اللي هو يعتبر كونجوجيت بروتين. لو كان بروتين مع الكربوهيدرات راح نسميه جلايكو بروتين، اللي هو فالجلايكو بروتين راح يكون هو الكونجوجيت بروتين. فالبروتين يتحد مع انذر سبستانس نسميه ابو بروتين. فوني سميناه ابو بروتين او نسميه حتى نميزه
يسمينه أبو لايكوبروتين. فهو جزء البروتين متحد مع نظر سلسلة تكوين كونجوغيتد بروتين. أكو سؤال بعد عيني؟ تفضل تفضلي تكمل المحاضرة. السلام عليكم، اسمي هبة الرحمن، وإن شاء الله راح أكمل من بعد زميلتي عن الـ types of apoproteins. إحنا عدنا عدة أنواع، إحنا عدنا types of apoproteins بسبب إنه عدنا عدة أنواع من الليبوبروتينز، واللي ذكرناهم هي من الكالومايكرونز، VLDL، LDL والHDL. عدنا الـ apoproteins divided into four major classes اعتماداً على structure and the function. بس بالحقيقة إحنا عدنا أنواع أخرى من الليبوبروتين، عدنا من الأبوبروتين العفو، عدنا أبوبروتين H، أبوبروتين D، أبوبروتين I. بس ال very briefly الميجر يعني الكومن هي عدنا الأبوبروتين A، أبوبروتين B، C and E. وإضافة إلى ذلك عدنا subtypes يعني مثل subgroups. subtypes من الأبوبروتين A اللي هي أبوبروتين A1، 2 and 4. subtypes من apoprotein B وكذلك subtypes من apoprotein C. عندنا apoprotein A it represents the major apolipoproteins of HDL also present in chylomicrons. الapoprotein B احنا قلنا انه بينه subtypes اللي هي apoprotein B100 apoprotein B48. الفرق بين الأبوبروتين بي 100 وليش بالضبط 148 هي بالحقيقة ترجع للوزن الجزيئي. الوزن الجزيئي للأبو شافوا إنه الوزن الجزيئي للأبوبروتين بي اللي يوجد بالكالومايكرون اللي هو 48 سمونه 48 لأن يكون وزنه يعادل 48% من الأبو بروتين B100 اللي راح نشوف انه هو موجود بال VLDL. الاختلاف ليش انه يكون وزنه 48 هذا ترجع الى عملية التكاثر يعني من هي بالحقيقة الجين اللي كون الابوبروتين B بصورة عامة هو واحد كان طلع من نفس DNA وتحول الى messenger RNA ولكن الاختلاف هي بهاي العملية اللي بعد الـ translation اللي هي عملية الترجمة. كود الإنهاء بعملية الترجمة رح يجي على الأبوبروتين B48 ويوقف عملية الترجمة قبل الأبوبروتين B100 ولهذا رح يكون الوزن الجزيئي أقل. فهي يعني بس كمعلومة إيش الفرق بين الأبوبروتين B100 و48. تمام نكمل. apoprotein B100 is synthesized in the liver. It represents the major apolipoproteins of LDL, also found in VLDL. على عكس اللي قلناه بالapoprotein B apoprotein A العفو اللي شفناه موجود يحيط بالHDL والكايلوميكرونز. الأبوبروتين B48 الأبوبروتين B48 is synthesized in the intestine found in chylomicrons. فهذا ساعدنا أنه الكايلوميكرونز الأبوبروتين اللي تحيطن حاليا هي من الأبوبروتين A والأبوبروتين B48. عندنا الأبوبروتين C it's fairly transferable between several different lipoproteins. الترانسفيرابل مثل ما هسه ذكر زميلتي يعني الأبوبروتين سي راح يكون حر الحركة يتنقل بين الأنواع المختلفة من الليبوبروتينز. الأبوبروتين إي أيضا راح نشوف إنه يكون ترانسفيرابل ويكون found in all lipoproteins except LDL. طبعا السبب إنه هذول عندنا بروتينات أبوبروتينز يكون ترانسفيرابل هي حتى تساعدنا بالفونكشن التابعة للميتابوليزم الليبوبروتينز يعني نشوف ان الابوبروتينز لها علاقة ان هي تعمل ستيميوليشن لبعض من الانزيمات معينة تعمل مثلا ستيميوليشن للريسبتورز حتى تمتص هاي الدهون حسب الدهون اللي هي عاد تنقلها هاي البروتينات الى الليبر الى التشو الى الانتستين وهكذا يعني. فهوني عندنا ملاحظة احنا قلنا الابوبروتين اي found in all lipoproteins except LDL. كذلك لو لاحظتم الأبوبروتين B
راح يكون موجود in all lipoproteins except HDL. فهسا لو نحكي على الجدول هذا تم ذكره سابقا، ظلنا آخر عمود ما حكينا عنه اللي هو أنواع الأبوبروتينز اللي تحيط بكل نوع من أنواع الليبوبروتينز اللي عندنا. فنشوف الكالومايكرونز، رح نشوف الأبوبروتينز اللي تحيطه اللي هي أبوبروتين A بالكلة سبتايس مالته، أبوبروتين B 48، أبوبروتين C وبكلة سبتايس مالته، والأبوبروتين E. عندنا الكايلومايكرون ريمينينس راح نشوف فقط بقي عندنا اللي هي بي 48 ابو بروتين بي 48 وابو بروتين اي اللي هي احنا قلنا الكايلومايكرون ريمينينس هي الكاتابوليزم، يعني البقايا من الكايلومايكرونز بعد ما يصير بينه كاتابوليزم. فلهذا راح نشوف انه شيء اكيد راح تتحلل البروتينات اللي موجوده بالكايلومايكرونز، ففقط راح يبقى عندنا البي 48 والابو بروتين اي. عندنا بال VLDL راح نشوف الأبو بروتينز اللي تحيطه هي B 100، C بالسبتايس مالته، وأبو بروتين E. بال IDL راح يبقى عندنا ال B 100 وال E اللي هي قلنا تعالي للميتابوليزم والكاتابوليزم ال VLDL. اللي بعد راح يجي ال LDL راح فقط يبقى عندنا B 100، يعني نفس ما انه نقول انه هاي الـ VLDL والـ IDL والـ LDL نفس ما شبهها مثلا سباق تتابع انه واحد هو غلاخ، بس هي يعني تبعون يعني نفس العائلة وهكذا، يعني هاي فقط كتقريب. ومثلا نقول انه راح يحافظون على الـ B100 هي راح تتنقل، واخر شيء راح تبقى مع الـ LDL. عندنا ال HDL الأب بروتينز اللي تحيطه هي أب بروتين A بكل سب تايبس، وأب بروتين C والأب بروتين E. نفس ما ذكرنا قلنا إنه الأب بروتين B يوجد بكل أنواع الليبوبروتينز عدا ال HDL. لو انتبهت هسه من حكينا على الجدول ذكرنا إنه الكايلومايكرونز بالجدول مكتوب إنه يحيطوا كل أنواع الأبوبروتينز الـ A والـ C والـ E والـ B، الـ B48 بالتحديد لأنه هي موجودة تحيط الكايلومايكرونز. لكن هون هسه بالشرح من ذكرنا قبل شوية ذكرنا فقط الأبوبروتين A والأبوبروتين B48 هي اللي تحيط بالكايلومايكرونز. فيعني سبب هذا الاختلاف هو بالحقيقة رح يتوضح إن شاء الله عندنا بالميتابوليزم، من ندرس الميتابوليزم الكالومايكرونز بالتحديد رح نشوف ليش عايزين الشكل التفاوت بالأبوبروتينز. ولكن كشرح مبسط عنه بس ممكن السلايد الأخير، إنه كشرح مبسط عنه للميتابوليزم الكالومايكرونز إحنا عرفنا إنه الكالومايكرونز يوجد بالإنتستين. أول ما يتكون الكايلومايكرون بالإنتستين يكون نيوبورن، يعني حديث الولادة، راح نسميه نيسن مايكرونز. فلو تلاحظون بالصورة هاي الفوق اللي راح يطلع من الإنتستين هذا الكايلومايكرون راح يكون نيوبورن. أشرحنا في إنه هو هذا النيسن كايلومايكرون اللي هو حديث الولادة، راح نلاحظ إنه الأب بروتين اللي تحيطه هي أب بروتين من نوع A والB 48. أما من يصير ميجر كايلومايكرون، من يصير ناطش من الكايلومايكرون، راح نلاحظ إضافة إلى الأبو بروتين A والأبو بروتين B 48 راح نشوف إن الأبو بروتين E والأبو بروتين C كذلك راح تحيط الكايلومايكرون. اللي هون واضح؟ إذا أحد عنده سؤال. خلصتي المحاضرة؟ اي نعم دكتور، خلصت فقرتي. شكرا جزيلا طالبة هبة الرحمن على التقديم الممتاز. والان مفتوح الاسئلة للطالبة وتقدرون توجهوا لها اي سؤال تحبون. دكتور تسمح لي؟ نعم تفضل.
بس يعني هي الأهمية تكون داخل التركيب مالتها، يعني الاختلاف مالتها حسب الستركتشر. ما تمام يا بشنو أنواع الأبوبروتين؟ طبعا حسب الأمينو أسيد السيكويس بينو، يعني البروتينات هي أمينو أسيد يعني مرتبطة مع بعضها، فحسب السيكويس أو أمينو أسيد ينتجنا ملايين من البروتينات. فحتى الأبوبروتينز اختلاف عندنا الأي والبي والآخرين، والبي بي سب جروب والاي بي سب جروب حسب الامينو اسيد سيكونس، وكل واحده لها اهميه. يعني هسه هتلاحظون بالامبورتنس كل بروتين وسب كلاس او بروتين له اهميه، واحد مر عليه الميتابوليزم اكثر واكثر يعني راح تحدد تستوعبه. اكو سؤال دكتور؟ بس بالنسبة لهاي مثلا نوع الايبو بروتين اللي يحيط بكل نوع الايبو بروتين قصدك؟ نعم. يعني هذا الجدول اللي قبل شوية طلع بنفسجي؟ نعم. بس بلز احنا رجعون الجدول. هذا يعني مهم جدا، يعني كان مقراز بتعوش بين او بروتينز، يعني خاصة نشغل التعود انه الكالي مقروز بينه الابروتين. طبعا احنا اكو انظر الابروتين كما قالوا يعني زميلاتكم الطالبات، بس احنا هذول الميجر يعني اللي يهمنا، فلازم نعرف الكالي مقروز بينه ابروتين اي بي سي ان اي واعرف ايه ما بي بي 48. البي ال دي لازم اعرف انه بينه بي سي ان اي، واعرف انه الاي هي اي 100 دوني العفو بي 100 وليس بي 48. ال LDL نحن ذلك الميجر كان ليش حد ركز على الميجر اللي هو كان ماكرون وال BLDL. ال LDL لازم أعرف بينه only of protein B100 وال HDL بينه all of proteins except of protein B ما موجودين، طبعا ما موجود ال B بينه A و C و E. فهي بديهين يعني أهم شيء تعرف إنه الميجر كلاسس، يعني لما سألك كان ماكرون راح تخلي بينه of protein يعني غير تعرف إنه B بينه نوع B 48. أما الاي والسي تعرفوا كلهم مكررين، يعني اي 1 اي 2 سي 1 سي 2 الى اخره كلها موجودين نفس الشيء ما عندنا فرق. ففقط انه يعني تعرفون الميجرز مثلا عندنا الاي دي ال والكان مكررمنت ايش بينه البي والاي، مثلا كان مكررمنت الاي دي ال بينه البي اند اي، هاي التشاور فيها صعبه هسه. بس لما راح ناخذ الميتابوليزم راح تلاحظون انه راح تسهل عليكم، ترجعون على الجدول مره اخرى مباشرة تستوعبوا الموضوع. هسه تلاحظون انه شو راح احفظها شلون هذه، بس مع عناقل الميتابوليزم راح تفتهموها اكثر. اكو سؤال بعد؟ اذا ما اكو سؤال تفضلي كملي المحاضرة. السلام عليكم، أنا الطالبة رانيا محمود علي. بس الصوت واضح؟ نعم. راح أكمل اللي بدأوا بيه زملائي. Function of apolipoproteins، عندنا خمس وظائف للأبولايبوبروتينز. راح نبدأ من الأهم اللي هي number one form lipoproteins، واللي هي تعتبر the main function of apolipoproteins، وهي تكوين البروتينات الدهنية. عندنا number two transport lipids and fat soluble vitamins in blood in cerebrospinal fluid and in lymph، يعني نقل الدهون والفيتامينات اللي تذوب في الدهون وفي البلود والسائل النخاعي وأيضا الليمف. number three عندنا interact with lipoprotein receptors and lipid transport proteins، وهي أنه تتفاعل الأبولايبوبروتينز مع مستقبلات البروتين الدهني وبروتينات نقل الدهون. وعندنا عدة أنواع اللي هي أبو بي 100 and أبو إي for the low density lipoprotein receptors، وهي مستقبلات البي 100 والأبو إي للمنخفضة low density receptors. أيضا عندنا الأبو إي for the low density lipoproteins receptors related protein اللي أيضا تكون للمنخفضة منخفضة الكثافة لكن تكون مرتبطة بالبروتين اللي هو LRB. عندنا الأبو أي 1 أيضا for the high density lipoprotein receptor اللي يكون عالي الكثافة، اللي هو يكون عالي الكثافة للريسبتورز نوع A1. Next slide.
عندنا الوظيفة الرابعة من function of apolipoproteins اللي هو activate or inhibit enzyme، وهي تنشيط وتثبيط الانزيمات. عندنا الانزيم activators اللي هو as apo C2 for the activation of lipoprotein lipase، وهو نوع C2 من الapolipoprotein حتى يعمل على تنشيط lipoprotein من نوع lipase. عندنا ايضا الابو A1 for the activation of lysine cholesterol acyltransferase LCAT، وهو يعني يكون شائع هذا النوع اللي يعرف ب LCAT، يستخدم لتنشيط ال A1، يعني ال A1 لتنشيط lysine cholesterol acyltransferase LCAT. عندنا ايضا الانزيم انهبيترز هي ضمن وظيفة التنشيط والتثبيت من الابولايبوبروتينز. عندنا as A2 ABO A2 and ABO C3 for the inhibition of lipoprotein lipase، يعني النوع من A2 ونوع C3 لتثبيط lipoprotein من نوع lipase. عندنا الوظيفة الخامسة اللي هي number 5 have an essential role in a neurological process، مثل الوظائف اللي هي تكون يعني لها دور رئيسي في العمليات العصبية. من حيث إيش؟ من حيث إنه ABO E and ABO J are involved in lipid transpiration in the brain، حيث يشارك الأبو لايبوبروتين من نوع E والأبو لايبوبروتين من نوع J في عمليات نقل الدهون في الدماغ. وهاي هي الوظائف الرئيسية الخمسة للأبو لايبوبروتين. إذا عندكم أي سؤال أنا خلصت الفقرة. هلا تسمعوني؟ الصوت كان واضح؟ واضح واضح الصوت. وشكرا الطالبة رانيا على التقديم الممتاز حقيقة. شكر يعني موصول للجميع طلبة اللي قدموا المحاضرة هذا اليوم، وابدعتم حقيقة. وشكر طبعا للطلبة الحضور في هذه المحاضرة. طبعا الان الأسئلة يعني باب الأسئلة مفتوح لل إذا واحد عنده أي سؤال أو أي استفسار. دكتور تسمح لي؟ نعم. الفانكشن شوية مبهمة، هذا الشيء يتوضح لما ناخذ الميكانيزم، يعني لما ناخذ ال نعم الفانكشن إيه؟ يعني شوف الفانكشن شنو هو؟ أولا ليش خلت زي ما يقولون فور امبورتنت بارت أوف لايف بروتين ستراكشر، ما تريد نعرفه يعني من ضمن الستراكشر أوف لايف بروتين اللي حكوا علينا زملائكم وزميلاتكم إنه البروتين هو ضمن الستراكشر، ماكو حد يعرفه. الشيء الثاني مثلا اكتيفيت اور انهبيت انزيمز، هذه يعني احنا ليش الكاين ماكرون مثلا بينو اول ما راح نجي عليه طبعا المحاضره القادمه، اول ما يتكون كاين ماكرون او اللي سميته نيولي سنتسايز او نيو بورن كاين ماكرون او نيسن كاين ماكرون، او ما يتكون بس بينو اي بي او بروتين، بعدين ياخذ من السيركيليشن سي ان اي. ليش ياخذ السي؟ لازم نسأل نفسنا ليش كياخذ السي دي؟ ما كان فيه اي بي؟ هون يجي الفانكشن الاخر مثلا عندنا اكتيفيشن اور انهبيشن اوف انزيمز، يعني مثلا لاحظ الاوبروتين سي 2 يعني اكتيفيشن اوف لايب بروتين لايبيز راح نجي عليها، اوبروتين اي 1 يعني اكتيفيشن اوف انزيمز من ال كات، او بعض الاوبروتين تعمل انهبيشن اوف انزيمز هم راح نجي عليها، مثلا الاي 2 والسي 3 يعني بالعكس انهبيشن اوف لايب بروتين لايبيز. الفانكشن الاخر المهم طبعا بالمحاضرة تلاحظوا عندكم 3 فانكشنز بالمناسبة، يعني الفانكشن الأخير البافونو البروتين جي، هذا يعني مشكورين طبعا بافونو للاطلاع، يعني نحن لو نرجع المحاضرة بيا 3 فانكشنز. الفانكشن الآخر هو act as ligand for interaction of the lipoprotein receptors. شو المعنى؟ يعني مثل ما أشبه لكم مثل ما الإنسولين، الإنسولين هو اللي يفتح البوابة أو يفتح الباب لدخول الجلوكوز داخل الخلية. ليش؟ لأنه هاي الريسبترات تحسس الإنسولين فتنفتح. نفس الحال هون، يعني مثل قفل مفتاح، يعني هذا القفل مثل ما نقول هو الريسبتر والمفتاح هو الأوبروتين، فكل قفل هو مفتاح خاص. فنفس الحال هون، هون أكت أز ديكات فور إنتراكشن وذ لايبروتين ريسبترز، يعني مثل أوبروتين بي 100 أو بروتين إي مثل ما قالت زميلتكم، خاصة هذه فور إل دي آر ريسبترز، يعني إل دي آر ريسبتر ما تنفتح أو المستقبلات مال إل دي آر ما تفتح الا اذا كان لايب بروتين يحتوي على بروتين بي 100 او يحتوي على بروتين اي. نفس الشيء عندنا انذر ريسبترز اللي هي ال دي ار ريليتد بروتين ريسبترز،
اللي يسموها LDLRP ريليتد بروتين ريسبتور، هذه فقط تحسس لايش؟ المفتاح مالته هو بروتين اي. كذلك مثل ما قال زميلي تكلم انه بروتين اي 1 ريسبتور. عفوا الاتش دي ار ريسبتورز هذه لما تتحفز تتحسس او شو وقت تفتح هذه الريسبتورات؟ فقط لوجود بروتين اي 1 وهكذا. يعني مثل ما اقول قفل المفتاح. ما اي قفل ما ممكن افتح المفتاح او افتح قفل باي مفتاح، لازم مفتاح خاص. هاي راح تمر علينا بالميتابوليزم توضح هذا. هسه خذوا فكره عنها. أمشي. اكو سؤال اخر؟